صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اول الخطوات اللي ممكن نعملها بعد العمليه اللي بتحصل للرباط الصليبي، وايه اهم الحاجات اللي بتحصل بعد العمليه. طبعا بعد اي عمليه بيحصل حاجه اسمها انفلاميشن او التهابات جوه الركبه، بيحصل سويلنج ارتشاح، والرينج اوف موشن او المدى الحركي بيبقى ليميتيشن يعني محدود، والعضله الاماميه بيحصل فيها حاجه اسمها انهيبيشن يعني ما بتقدرش ان انت تعمل انقباض او انبساط، وفي نفس الوقت بتبقى مش قادر تدوس على رجليك وبتبقى ماشي بوكازين وبيبقى عندك الم جامد في الركبه. فايه اهم الخطوات اللي تقدر تتعمل في الاول عشان خاطر نتحكم في كل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه؟ معانا كابتن محمد، هنوضح عليك الكلام ده مع بعض دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي اي حد بيحصل له مشكله في الرباط الصليبي زي ما قلت من شويه، العضله دي بتبقى فيها اتروفي يعني ضمور، وفيها انهيبيشن يعني مش قادر ان هو يعمل انقباض او انبساط، وركبته بيبقى فيها سويلنج يعني ارتشاح كبير، وحركه الصابونه ديت بتبقى ليميتيشن يعني بتبقى محدوده ومش قادر يعمل اي تانية او فرد للركبه. اهم تمرين بنقدر نعمله في الاول حاجه اسمها كوادري سيت، بنجيب زي فوطه او بنجيب مثلا كيس رمل ونحطه تحت ركبتنا بالطريقه ديت، وبنراعي ان كعب رجليه يبقى ثابت على الارض ومش رجليه لورا، واعمل سكويز او ادوس لتحت جامد بريشر جامد، واضغط عد من 1001 ل 1010 واكررها على الاقل 10 مرات، يعني بعد 10 ثواني 10 مرات. ليه 1001 لغايه 1010؟ لان لو قلت 1 2 3 4 لغايه 10 على طول مش هجيب الثانيه. بعمل سكويز او بدوس تحت جامد وافضل ثابت اعد 10 ثواني واريح واكررها 10 مرات. ده تمرين مهم جدا لان هو بيعمل كونتراكت او بيعمل انقباض للعضله الاماميه، وفي نفس الوقت بيخلي الانهيبيشن او عدم القدره على الحركه يرجع تاني بسهوله وتبتدي العضله تشتغل ويبقى فيها اكتيفيشن او تبتدي تشتغل. ده اول تمرين. لما العضله تبتدي تتحرك شويه ويبتدي يحصل انقباض يبان في العضله، بيبتدي نعمل حاجه نبتدي نزود المقاومه اكتر من خلال حاجه اسمها ثيرا باند استك مقاومه. بنحط بين رجلينا الاثنين. اتفضل يا كابتن محمد. نعمل هنا. التمرين دوت برضه بيبقى حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن او تمرين ثبات. تخلي مشط رجلي لورا والشد الاماميه جامد، واثبت رجلي السليمه على الارض وارفع برجلي واقاوم الاستيك لفوق، وابتدي ان انا اعمل تكرارات 10 في 3 او 10 في 4. ده برضه تمرين مهم لان هو بيعمل كونتراكت او انقباض جامد للعضله الاماميه عشان خاطر يخلي العضله ديت تبقى اكتف اكتر او تنشط اكتر، فبالتالي لما العضله تقوى شويه يخلي السويلنج او الارتشاح اللي حوالين الركبه يقل. بنراعي كذا حاجة بنعملها في أول العملية أو بعد العملية، إن إحنا بعد أي حد ما بيحصل له الارتشاح والورم أو الالتهاب اللي جوه الركبة، بنراعي إن إحنا نعمل تلج كل ساعتين 10 دقايق خاصة بعد ما بنفك الغرز ونتأكد إن الجرح التئم خلاص. تاني حاجة بيرفع ركبته أو رجليه فوق حاجة عالية كل ساعة مثلا لمدة ربع ساعة عشان خاطر يقلل السويلنج اللي هو ضد الجاذبية أو عكس اتجاه الجاذبية. رقم ثلاثة لازم إن إحنا في البيت نعمل حركة موبيلتي أو حركة للصابونة يمين وشمال وفوق وتحت باستمرار عشان خاطر نخلي الباتيلا او الصابونه ترجع لوضعها الطبيعي، فده هيساعدنا اكتر في عمليه التني والفرد بصوره كبيره. ان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح اهم التمارين اللي ممكن نعملها للتني، واهم التمارين اللي ممكن نعملها للفرد، ولما المدى يزيد شويه ايه اللي ممكن نقدر نعمله، وان شاء الله ازاي نقدر برضه نقوي الكور الجذع والجليتيوس الاليا. اشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه، ونوضح مع بعض اهم التمارين اللي ممكن نعملها مع بعض. السلام عليكم.